عايز اكلمك على عايز اكلمك على مارسيل كولر شويه كهربا، لانه انت عارف ده كان بيحصل قبل كده، حصل تقريبا في كل الاوقات، حصل مع مانويل جوزيه، حصل مع كل تقريبا كل مدربين، واخرهم يمكن اللي انت عشت معاهم شويه بيتسو موسيماني ومارسيل كولر، وبالذات مارسيل كولر كمان في الفتره الاخيره. انا عارف ومدرك تماما صعوبه مش عايز اقول كلمه سيطره، لكن انك انت تظبط اوضه لبس فيها 30 نجم، 30 نجم كلهم عندهم حاجات بتميزهم، والفرصه في اوقات كتيره جدا ما بتبقاش متاحه، لكن بيتقال دايما انه في خلافات داخل اوضه اللبس، بيتقال دايما انه في توتر علاقه مثلا مارسيل كولر، مره بتتقال بعبد المنعم، مره بتتقال بطاهر، مره بتتقال بشناوي، مره اتقالت مع عبد القادر، ومره اتقالت معاك انت شخصيا ككهرباء. ترد على الكلام ده ازاي؟ بص والله يمكن مش يعني انا من عادتي ان انا بحب ارد على مش عادي بحب اتكلم انا يعني عشان انا ما بخافش من حد ولا بخاف من حاجه، او حتى اللعيبه زمايلي دي انا بعتبرهم اخواتي وطول العمر يعني مع بعض، هو ما فيش اي خلافات خالص. انا هقول لك حاجه يمكن اول مره هقولها، قلت الليست عندنا في النادي الاهلي فيها 30 لعيب وفيها الخمسه الشباب الصغيرين. ايوه الاوضه دي بتبقى مقفوله علينا، الاوضه دي بتبقى مقفوله علينا، ما فيش حد من الجهاز الفني حتى قريب يعني اللي هو ايه ما دام قفلنا قلت لسه علينا اي حاجه بتحصل معانا احنا بقى كلعيبه احنا بنعمل اللي احنا عاوزينه في الاوضه لعيبه بس، ما فيش اي خلافات بين الجهاز الفني واي لعيب في النادي الاهلي خالص. انا عارف بس يعني الكلام اللي بيتقال ده او الناس اللي بتقول الكلام ده لما لو حبيت ترد عليهم ترد عليهم تقول ايه يعني؟ لا انا بالنسبه وازاي كمان انا عارف ان الفتره الاخيره كمان المنافسه في مركز المهاجم، انا عارف طبعا ولا وفي ناس مش فاضيه، في ناس مهمتها شغلانتها ودنيتها انها تعمل ده. انا ايوه ما انا هقول لك الناس يعني في ناس فاضيه وفي ناس هم ما حدش بيسمع عنهم فلازم يجيبوا سيره لعيب في النادي الاهلي عمل مشاكل مع مدير فني عمل مشاكل مش عارف ايه، واصلا ما فيش اي حاجه اصلا خالص، فاهم؟ يعني ما عملناش اي مشاكل خالص. واحنا